خلاص خلاص بقى له يومين يا ابني مش لما قلتليش ليه ياما ما قلتليش ليه يا ابني ما انا عارفه اللي انت فيه يا ماما ياما انت مالكيش فيه انت مالكيش في اللي انا فيه ايه دواكي يخلص تقولي لي ياما يا ابني ما انا احتفظ لك يا حبيبي ياما هجيب لك الدواجي بصراحه ربنا يسترك يا ابني الدنيا واخره اوائل 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 يا اخويا ايه يا وليد في الصبح صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا عم مالك ايه مفيش حاجه يا عم روق ايه صحيت بدري ليه كده امك تعبانه والدواء بتاعها خلص وانا معيش فلوس اديني فلوس حتى لو سلف يا اخي اجيب لها الدواء وايه الجديد يا وليد يعني ما انت كل يوم بتقول لي فلوس بقول لك معيش ايه الجديد يعني انا مش فاهم يا ابني ده امك يا عم وامك انت كمان انا معيش فلوس ماشي اخويا ربنا يخليك لينا انا هروح ابيع تليفوني تليفونك وريني كده دي اللي كنت لسه جايبه طب بص انا هقول لك على حاجه هو كان في حد كده مكلمني صعب على تليفون فانا هاخده بقى انت محتاج كام 1000 جنيه اجيب لها العلاج 1000 جنيه اوعى بعد اذنك كده قوم اتفضل وسيبنا ليه ما انت معاك فلوس اهو ما قلت لك يا وليد بقى عقد واحد صاحبي روح يا عم خليني انام يلا ماشي ماشي يلا خليني انام روح يا وائل يا وائل يا هادي وائل نعم يا وائل نعم تعبانة يا ابني ما بيقولش عليك حتى تقول اخش ابص على ما اشوفها ايه لا لا الا الله هو انت تندعي عليا ووليد يندعي عليا صحوني يا جماعه انا مش فارق الكلام ده يا ابني ده ما بيبقاش هنا يا ابني الناس كلها تعبانه يا ام ايه المشكله ان شاء الله خير يا ابني انا ببقى عايز اشرب بقى ميه ما برضاش اندعي عليك يا امك لا اله الا الله يا وائل الحمل كله على وليد يا ابني هو ضحى بحياته عشاني يا ابني ما هو البكر بقى خلي هو يجيب لك يا ابني انت حتى النج جاحد لحد امتى يا ابني يا ابني حتى النج مش حاسس بالمسؤوليه لحد امتى يا ابني نفس الموال ونفس القصه ونفس المرشح اللي انا بسمعه كل يوم جددوا بقى جددوا بقى يا ابني اخوك ضحى بحياته ما رضاش يتجوز ولا يشوف نفسه ولا حياته عشان ضحى بنفسه يا ابني يا ابني قول انت اللي عندي في الدنيا يا امي بقول لك ايه انا مش فاضي عندي شغل ماشي يا حبيبي هو هيجي لك هو هيجي لك بقى يا حبيبي امي الله ما كنتش انت اللي شبهي وطالع لي يا امي هو انا عشان شبهك يعني اصرف اطلع فلوس يا ابني مش فاهم تتحاسب بذنبي يا ابني تتحاسب بذنبك يا ابني حرام عليك يا ابني يا ابني انا هقول لك انا مش فاضي انا مش فاضي مش فاضي اوعي ادعنك بايه بس يا ابني يا ست الحبايب انا جبت الدواء وجيت اهو اما يو بقى على الهزار بقى يما اصحي بقى يلا
الرسالة دي بقولها لأي حد على وجه الأرض. أنا والدتي متوفية أصلا، واللي عنده أم يحافظ عليها ويشوفها كتير ويقعد معاها وقت كتير قوي. الأم دي كنز وأعظم حاجة في الدنيا كلها والله العظيم. ومن بعدها هتحس انك وحيد في الدنيا، مهما كنت معاك اولاد ومهما كنت متجوز، الام دي اعظم حاجه في الدنيا. يا ريت يا جماعه اللي عنده ام كده يخلي باله منها ويحاول يقعد معاها على قد ما يقدر. دي رسالتي لكل الناس. وانا مش جاحد والله، انا طبيعي مش جاحد خالص، بس وليد غلبني بقى. وانا اوجه رسالتي لاولادي، اقول لهم يا ريت تكونوا حنينين عليا وقلبكم عليا، ربنا يخلي لي اولادي دول ويبارك لي فيهم. ربنا يخليك، ربنا يخليك ستك كل